الموضوع الآخر، قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة، لا بيستلم ولا بيسلم حقيقة. وإذا سؤال استكملي، وإذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف. هل هذه القاعدة، يعني هل هذا شرعاً يجوز؟ لا. البنك هكذا شرطه إنه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلا، وبحجة إنه لما تصل يبيعك إياها، إذا تدمرت خربت الباخرة أو غرقت في البحر أنت المسؤول عن البضاعة. الموظف تبعها، يعني البنك لا يتحمل، البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلا تلفها. الظاهر في بنوك في هيك في البنك الإسلامي. نعم. موظف، وأنا حكيت في الموضوع هذا أنا وياه. نعم. قال لي، يقولون أنت بتاخذ زيادة، قال لي نحن يا عمي عم بنشارك مشاركة، بحيث إنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت من الشمس أو الدهورة السيارة من عمال العقبة، إحنا مسؤولين. أنت لك تدخل في محلك ساغ، ما تستلمها إلا في محلك ساغ. فهذا هذا الشيء أنا خسرت عدة مرات في أشياء زي كده كانت على حسابي، مين يدفع لي بديلها؟ لا نفس الموظف. على كل حال قد يكون واقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللي عم تحكيها طبعا ما بيجوز. لكن إذا تركنا بها تقسيط مقابل الزيادة جانبا، فبيجوز خلافا للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك، بيجوز إذا تحددت المواصفات. مثلا دخلت الشركة أنت اخترت نوع من السيارة، بيقول لك هاي مور البيع للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بها السيارة نحن بنجيب لك إياها وبسعر كذا للتسليم يعني، شايف؟ فما دامت المواصفات محددة بحيث إنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع، فهذه مستثناة من لا تبيع ما ليس عندك، وهذا له شبه ببيع السلم والسلف، يعني معنى واحد. أما بالصورة اللي أنت سألت عنها هذا ما يجوز طبعا. شيخنا في بداية سؤال يا أخونا، أنا فهمت عليه إنه البنك إذا بده يستورد لك بضاعة من برا بيستورد لك إياها مثلا باسمك، لكن هو ما بيشوف البضاعة ولا شيء، بقول أنت اشتري البضاعة وأنا بدفع ثمنها، لكن طبعا مش بالسعر اللي بيشتريها هذا الرجل، هو ببيع إياها بسعر آخر، لكن البنك لا بيشوفها ولا شيء إلا بس بيحضر الفاتورة، بقول له هاي الفاتورة وهاي الفاتورة طيب قيمتها كذا، فهو بضيف عليها مربح البنك حتى بدون يستلم البضاعة. إيه هذا ما سبق بحثه الجواب عنه؟ أنا كأنه ضيع في السؤال والبحث. لا ما هو لا هيك مصر. هيك أنت يعني لا في الأخير إحنا شو كان إنه لا يجوز.